السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم طريقة تركيب بزاجرات الشارنير، فتابع معي الفيديو إلى الأخير ولا تنسى الضغط على لايك، وإذا كنت جديد اشترك في القناة ليصلك كل جديد بإذن الله. فأول شيء أخذت الباب التي سأقوم بتركيبها، قمت بقياس 8 سنتيم من اليمين و 8 سنتيم من اليسار، قمت بالدخول 4 مليم على حافة الخشب، ثم قمت بالتعليم بهذه الطريقة. فإذا استعملت المفصلات الكبيرة فقم بحفر مكان المفصلة بميش 35 مليم، وإذا قمت بتركيب مفصلة صغيرة فيجب حفر مكان المفصلة بميش 25 مليم. أنا استعملت ميش 35 مليم لأن المفصلات التي سأستعمل كبيرة، قمت بحفر أماكن المفصلات بهذه الطريقة كما يظهر أمامكم. ثم استعملت هذه المفصلات، مفصلات هيدروليك، نفس القياس يمكنكم أن تستعملوا هيدروليك أو مفصلات عادية، لا يوجد مشكل. قمت بتثبيت المفصلات بميش سنتيم ونصف بهذا الشكل، بعد ما قمت بتركيب المفصلات في الباب وضعت الباب في المكان الذي سأقوم بتركيب الباب فيه، ثم باستعمال براغي سنتيم ونصف قمت بتثبيت الفيزاغرات من الداخل. فكان هذا هو فيديو اليوم، معلومة قصيرة لكن أتمنى أن تكون مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.